مستمرا في الحياه، في حياه هذا البلد. الموضوع هو الاسلام والشخصيه الثقافيه والهويه الثقافيه في اوروبا، ومحاضرنا هو دكتور شمال الشلبي، واسمح لنفسي ان اقدمه بوضع كلمات لانه جدير بذلك من ناحيه، ولانني اكن له الكثير من الموده والاحترام من ناحيه ثانيه. ثلاث صفات تبني في رايي صوره جمال الشلبي، فهو يحاول اولا ان يكون مختصا في مجاله، كان ذلك عن طريق الترجمه او عن طريق التاليف، ولهذا ترجم عن الفرنسيه كتاب استاذه دومينيك شوفالييه حبر الشرق بين الحروب وصراع السلطه، مقدما للقارئ العربي شيئا عن تاريخه من وجه النظر الاخر الذي يعطف على الشرق ويتعاطف معه ولا ينسى وجوه ضعفه. وعاد جمال ليضع لاحقا كتابا عن صحفي شهير محمد حسنين هيكل استمرارية عن تحول، علما أن الشهرة في ذاتها لا تشكل بالضرورة قيمة إيجابية دائما. يأتي البعد الثاني لجمال الشلبي من سعيه إلى تفسير واقعه الأردني بمعرفة حديثة مستقاة من خارجه، كأن يكتب عن الإعلام والتعليم في الأردن في ظل العولمة، مدركا أن وعي العولمة يحتاج إلى معرفة مركبة تتجاوز البلاغة والأحكام الجاهزة والكتب الموروثة، ذلك أن العولمة محصلة لجملة من الثورات العلمية والتقنية. أو أن يكتب التحول الديمقراطي وحرية الصحافة في الأردن جامعا بين المعرفة الموضوعية والتفاؤل، لأن الكلمات لا تعثر دائما على معادلها الموضوعي. يحاول دكتور الشلبي في البعد الثالث في صورته أن يمثل صورة المثقف في زمن العولمة، فيحاور ويتعلم من الآخر ويعرف أن الأمور نسبية، وأن هناك فرقا بين التقوقع والانتفاع على الذات والهوية الثقافية، لأن قوة الهوية من تعددية العناصر التي تكونها والتي تتضمن بنسب مختلفة الوطني والقومي والإنساني والموروث والوافد. فالعربي الخالص كما المسلم الخالص وهم من الأوهام، أو خاصة الإنسان الذي يريد أن يخدع ذاته. ولعل هذا التطلع إلى توسيع المكان والزمان من وجهة نظر الاعتراف بالآخر والحوار الضروري معه هو الذي دفع جمال الشلبي إلى أن يترجم كتاب الحوار العربي الإسكندنافي الذي ظهر في عام 2005، وإلى كتابة العرب وأوروبا رؤية سياسية معاصرة الذي ظهر في عام 2000. نقرأ في اهتمامات جمال الشلبي الكلمات التالية: العولمة، الشرق، الحوار، العرب، أوروبا، حيث معرفة الآخر وسيلة إلى معرفة الذات، وحيث معرفة الذات بلا أوهام طريق إلى معرفة الآخر. فالمعارف الإنسانية نسبية ومتكاملة، ذلك أن سؤال الإنسان العربي أو المسلم يصادف في طريقه إجابات لا يمكن الهروب منها تتجاوز الهوية العربية والهوية الإسلامية. مثقف مختص يتابع اختصاصه مجتهدا، ومثقف حديث يحاول الجمع بين النظري والتطبيقي، ومثقف حواري يدرك أن الصوت المفرد صوت فقير، وأخيرا وليس آخرا مثقف وطني يسعى إلى أن يكون فاعلا في الجامعة الأردنية وفي خارج الجامعة أيضا. هذه هي صور جمال الشلبي الذي يحدثنا اليوم عن موضوع صعب، الإسلام والهوية الثقافية في أوروبا. موضوع صعب وقديم تأتي صعوبته من نزوعات التعصب والانغلاق
والعنصرية وكره الآخر. أما قدمه فبديهي منذ أيام الحروب الصليبية وصولا إلى احتلال فلسطين والعراق، مرورا باستعمار أوروبي توزع بأقساط مختلفة على الجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين والأردن، ولا يزال قائما ومثابرا بأشكال مختلفة في هذا العالم العربي الذي يصحو قليلا ويعود إلى سباته طويلا. أسئلة كثيرة يوحي بها عنوان المحاضرة التي يقدمها جمال. من هذه الأسئلة: هل هناك هوية ثقافية مكتفية بذاتها؟ وهل الإسلام يساوي المسلمين؟ أم أن صورة الإسلام من صورة المسلمين الذين ينتمون إليه؟ وهل يمكن الحديث عن أوروبا بصيغة المفرد؟ أم أن لأوروبا صورا متعددة؟ أترك الكلام إلى الدكتور جمال الشلبي فليتفضل. مساء جميلا مليئا بالمحبة، مليئا بالثقافة، مليئا بالفكر، ومليئا على الخصوص بالوعي. كم أنا سعيد بهذا اللقاء المتجدد في مؤسسة شومان العامرة وعلى رأسها الأخ ثابت الطاهر الذي لم يكن معنا هذا اليوم كعادته لأسباب طارئة، لكنني سعيد لألتقي بهذه الكوكبة من أبناء هذا الوطن، من أبناء هذه العروبة، من أبناء هذا الإسلام، من أبناء هذه المسيحية لهذه الأرض المقدسة. الصحيح أنني أشعر بالفخر والاعتزاز أن يقدمني شخص مثل أخ فيصل دراج هذه القامة العربية، لكن كل ما قاله زاد من همي وزاد من شعوري بأنني أتمنى أن أكون بهذا المستوى وبهذا التحليل وبهذا الوصف الذي طرحه، وأنا جدا أفتخر به. إشكالية الإسلام كما قال الأخ فيصل ليست إشكالية جديدة. إشكالية العروبة والإسلام والمسيحية هذه مشاكل قديمة جديدة متجددة تثبت بأن الجغرافيا تخلق التاريخ. النقطة الثانية أن المسيحية والإسلام عاشا في هذه المنطقة وأصبح هناك تاريخ مشترك، ولم نجد هذا الصراع كما هو الحال بين ما يسمى الغرب والإسلام، الشرق والغرب. أقول ذلك لأنه فكرة العنوان الندوة يحتاج إلى تساؤلات. هل يجوز أن ندرس قارة جغرافية اسمها أوروبا مع دين إسلامي؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن نقارن بطريقة صحيحة هذا الدين مع هذه القارة؟ أليس هذا خطأ منهجي كامل يجب النظر إليه؟ ماكسيم رودنسون هذا اليهودي المستشرق والعالم الفرنسي الراحل قال جملة أعتقد مستمرة في تأثيرها وفي فهمنا للعلاقة بين أهل الجيرة أوروبا من جهة والعرب من جهة أخرى. قال: لقد شكل الإسلام خطرا قبل أن يصبح إشكالية. وأعتقد أن الإسلام يشكل إشكالية كبيرة في أوروبا. الهوية، ماذا نقصد بالهوية؟ في كتابه الأخير سامويل هانتينغتون صاحب النظرية المشهورة في صراع الحضارات كتب كتاب عن الهوية الوطنية في أمريكا، وفعلا قال بأن هناك مستويات للثقافة. هناك مستويات على مستوى الجنس، رجل، امرأة، عمر. في هناك مستويات على مستوى الإقليم، شمالي، جنوبي، شرقي، غربي. هناك مستوى الوطنية، الوطن، وهناك مستوى الدين. كل هذا يشكل الثقافة، هو الإحساس الفردي والجماعي لمجموعة من الناس يقطنون في مكان ما. ولذلك أرد وأعود
إلى قضية العنوان الإسلام والهوية الثقافية في أوروبا. إذا أردت أن أطبق الفكر المنهجي العلمي، من يؤثر بمن؟ هل الإسلام يؤثر في الغرب؟ أم أن الغرب يحاول أن يحتوي هذا الإسلام الموجود لديه؟ الحقيقة أن أول مرة عرفت فيها أوروبا الإسلام كان منذ ظهور الإسلام في القرن السابع عشر، ولكن وصول المسلمين إلى الأندلس وبوردو وتولوز إلى أن هزموا عام 736 في منطقة بواكية. لكن الغرب رد مرة أخرى في مرحلة الصليبية، ومن ثم في الاستعمار، وبعد ذلك أصبح هناك تبعية لهذه الدول المستقلة إلى الغرب. المرحلة الخامسة في نظري هي مرحلة ما بعد 11 سبتمبر. هنا أصبح المسلم متهم، ازدادت فكرة الإرهاب، التطرف عند هؤلاء المسلمين، أصبحوا تحت المجهر في أوروبا. والسبب في ذلك أن معظم الذين قاموا بما يقال غزوة واشنطن ونيويورك قد جاءوا أو على الأقل قد مروا من أوروبا. أقول ذلك لأصل إلى فكرة أن أوروبا احتضنت المسلمين، احتضنت العرب، سواء كعمال في بداية الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، ثم احتضنت العرب كطلاب علم يبحثون عن العلم. ولذلك وصل عدد المسلمين الآن والعرب في أوروبا ما يقارب 52 مليون مسلم، طبعا إذا أضفنا إليهم 25 مليون في منطقة روسيا، بمعنى 25 إلى 30 مليون يغطون المساحة الجغرافية الممتدة التي يبلغ عدد سكانها 720 مليون، ما يمثل حوالي 5% من السكان. إلى هنا نجد مشكلة مع العرب والمسلمين. المشكلة ظهرت عندما بدأ الخطاب السلفي الجهادي يلج إلى الشباب العربي والمسلم في أوروبا. ولذلك أحداث لندن 2007، أحداث مدريد 2005، المشكلة كان في الماضي كان هناك حرس وهناك حدود تستطيع أن تسيطر الحدود. الخطر الذي بدأ يهز ويدق حصول أوروبا بدأ من الداخل، من أبناء الجيل الثاني والثالث، على الرغم من أن أوروبا لا أقول أنها كانت متسامحة تماما، ولكن على الأقل لا ننسى أن معظم الذين تركوا البلاد العربية إما مهاجر يبحث عن لقمة عيش، أو طالب يبحث عن علم أو مدرس هناك، أو لاجئ سياسي. إذن هذه المنطقة هي المنطقة التي جعلت هؤلاء ينجذبون إلى أوروبا بكل ما تمثله من تكنولوجيا وديمقراطية. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن هناك أصبحت الهجرة خطر، وخطر جدا، على ليس فقط على الكيان الطبيعي والجغرافي والمادي، أصبح هناك خطر ثقافي. كيف؟ هنا برزت ما يسمى بإشكاليات بدا. بدأت بما يسمى بالكراهية. أنا أعتقد أنها لم تبدأ في الصور الدنماركية. أعتقد أنها بدأت عندما تم ما يسمى بالآيات الشيطانية عن السلطنة. تخيل مواطن بريطاني يدلي بدمه بقضية قد نختلف في الأسلوب، وقد نختلف في الطريقة، وقد نختلف في الموضوع، ولكن هذا المواطن البريطاني يدان من أعلى قمم دينية في السعودية وفي إيران. هذا أمر بالنسبة للعقل الغربي، بالنسبة للعقل الأوروبي لا يمكن فهمه. لماذا؟ لأن العقل الغربي أو الحضارة أو الثقافة الأوروبية تقوم على ثلاثة محاور: العقلانية والإنسانية والحرية. هذا قد نختلف، أنا أتفق تماما أن هذا الكتاب أو هذه الرواية الساقطة ليس لها قيمة، ولكن القيمة أنه استطاع أن يعبر، ويحق له أن يعبر، ولكن يحق لك أيضا أن تتجه إلى المحاكم، يحق
أن تجيب عليه بالطريقة التي تراها. ومن هنا جاءت الكاريكاتير الأخرى في الدنمارك، ومن هنا جاءت ما يسمى فيما بعد قضية ما يسمى الرمز الديني في المدارس الفرنسية. 2003 قام شراء للإعداد العدة لمنع عدة طالبات في فرنسا من ارتداء الحجاب، ولا أقول البرقع أو النقاب. طبعا ليس هذا المنع في كل فرنسا، هذا المنع فقط في المدارس الابتدائية، لأن الدولة دولة علمانية ويجب أن تحترم كذلك. لا يجوز للمسيحي، لا يجوز لليهودي أن يضع الكوبية اليهودية، لا يجوز للمسيحي أن يضع الصليب في المدارس، لكن هذا مسموح به في أن تضع في الجامعات وفي الأماكن العامة. كرة الثلج بدأت تتحرش قليلا، إلى أن وصلنا إلى ما يسمى بالمعالم في سويسرا عام 22 نوفمبر 2009. أنا أعتقد أن المنطق الأوروبي الذي يحكم علاقته مع الرموز الدينية هو منطق أمني أكثر منه قضية ثقافية. أقول ذلك لأن هناك شعور لدى الأوروبي بأن الإسلام لم يستطع أن يدق حصون فيينا في القرن السابع عشر، ولم يستطع أن يخترقها، الآن يعود إليها وبحجة وبمنطق وبرغبة في السيطرة والهيمنة على المشهد الثقافي الأوروبي، ليس فقط في فرنسا التي تعتبر العمود الفقري لكل أوروبا والثقل الثقافي في كل أوروبا. إذا ذهبت إلى بريطانيا ستجد أن خمسي السكان من المسلمين الذين يسيطرون على ما أستطيع أن أقوله على العمالة الموجودة هناك، وبالتالي الرمز الديني أصبح يخيف. هنا أدخل في قضية التعامل الأوروبي مع الرمز الديني. في هناك ما يسمى من الموديل الأنجلوساكسوني، وهذا الموديل يسمح لكل فئة، لكل جالية عربية إسلامية بوذية يهودية أن تعيش في أحياء وفي مدن كما تشاء، وهذا موجود في بريطانيا وموجود إلى حد ما في الدول الشمال أوروبا. الموديل الفرنسي يؤمن بالانصهار، يؤمن بالاندماج، وربما لهذا السبب المدرسة كانت أساس من أساس التربية والتعليم لكل الأجيال المستقبلية، لأنه لا يمكن كما يحدث في عالم العربي والإسلامي أن تخلط مدارس بمستويات مختلفة، مدارس عمان الغربية تختلف عن مدارس عمان الشرقية، المدارس الإسلامية تختلف، هناك في شيء اسمه المواطنة. أنا لا أريد أن أبدو وكأنني أدافع عن الفكر الأوروبي وإن كان هذا صحيح، لكن أريد أن أظهر بأن الإشكالية في الجالية العربية والإسلامية في أوروبا أنها جالية بدأت تأخذ موقعها، سواء جيل كيبل يقول بأن 15% من مثقفي فرنسا من أصول عربية وإسلامية، الوضع بدأ يتحسن، الجيل الثاني والثالث بدأ يأخذ، لم يعد جيل الأيدي العاملة الرخيصة، أصبح هناك المثقف والمتعلم والأستاذ والصحفي والأخير. لماذا لم نستفد من هذه التجربة؟ لماذا لم نستفد من هذه الشمس أو الحظ الذي؟ السبب في ذلك أن هذه الجاليات كانت تسير وكانت تبرمج بناء على خطابات وتنظيمات ونظم سياسية خارجية. تجد بأن النظام السياسي في الجزائر هو الذي يحدد من ينزل الانتخابات في ما يسمى بالانتخابات الجالية الإسلامية، وكذلك بالنسبة لتونس وشمال أفريقيا بشكل عام، وبالنسبة أيضا لتركيا فيما يتعلق بألمانيا. إذا أصبح هناك صراع عربي داخل المجتمع الأوروبي. هذه النقطة. النقطة الثانية أن هناك أصبح تمويل لتنظيمات كثيرة في أوروبا، سواء في بلجيكا، سواء في فرنسا، في ألمانيا، لتيارات إسلامية لا تعترف أصلاً بالجمهورية وبالعلمانية وبالديمقراطية التي يعيش ضمن إطارها. ولذلك أريد أن أعالج قليلاً لموضوع ما يسمى بالصورة. الصورة
التي تنتاب والتي تعيش في عقل الغربي سواء فرنسي إيطالي إسباني هي في صورة العربي المسلم البدوي الذي يعيش في الصحراء العنيف المحب للملذات، وهذا معظم المستشرقين ذكروا. الآن يتكرر في الإعلام هذه الصورة، هي التي دفعت السويسريين بنسبة 57% أن يصوتوا ضد ما يسمى رمز الإسلام وهو المآذي. في الواقع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن يسمح لليهود أن يبنوا كنائس لهم أبدا. تستطيع كما يقال كيهودي أن تبني كنيس يهودي، ولكن على شرط أن يكون بدون مآذن، بدون أشكال ظاهرة، بحيث يعمل صدمة، يعمل إحساس الكاثوليكي بأنه يحارب أو أنه يستطيع أن يكون منافس له في هذه الدولة. إذن قضية الإحساس الديني للأوروبي تجاه الآخر سواء يهود أو مسلم ليست قضية جديدة، لكن الذي يلاحظ بأن الإحساس لدى العربي والمسلم أكثر وأقوى، وربما قضية ما يسمى الكاريكاتير تعبر بشكل خاص عن العصبية وعن رد الفعل غير المدروس وغير الواعي فيما يتعلق بالقضايا الثقافية في أوروبا. بعد، هل تدركون يا إخوان أن الصورة الكاريكاتيرية في 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 الدنمارك لم يرسمها إنسان معروف ولا صحيفة معروفة، كل ما في ذلك إنسان بسيط جدا. نحن بسلوكنا وبطريقة تفكيرنا وبنزولنا للمظاهرات بالآلاف بل بالملايين، وهذه ملاحظة أن العرب والمسلمين ممنوعين من النزول إلى مطالبة بلقمة عيش، وفجأة نستطيع أن نرى كم هائل وملايين ملايين من العرب المسلمين ينزلون إلى الشوارع ويطلبون بالقضاء وبإغلاق السفارة والمقاطعة والأخير. أنا أعتقد أن ردود الفعل العربية والإسلامية هي أيضاً شكل من أشكال تهييج هذه الجاليات لتأخذ أحياناً يعني ردود فعل قد لا تتناسب مع البيئة ومع مع الواقع الاجتماعي والسياسي والديني الذي تعيشه أوروبا. وقبل أسبوع تقريباً كان لدي محاضرة في الكازا عرب في البيت العربي في إسبانيا، كيف ما هو مستقبل العلاقات العربية الأوروبية. وطبعا مشكلة الرموز الدينية هي مشكلة مشكلات الحوار العربي والحوار الإسلامي الأوروبي. أقول ذلك لأنه هناك تساؤلات كثيرة يطرحها الغرب علينا، وللأسف الشديد أن هؤلاء المهاجرين والجاليات التي تركت هذه البلاد بقوة إلى أوروبا تبحث عن حلول لمشاكلها فيما يتعلق بالرمز، بالحجاب، بالنقاب إلى آخره في بلادنا، وهذا يتنافى مع المنطق. أوروبا تستطيع أن تقدم لك كما قلت عبر الدستور وعبر المحاكم وعبر الإعلام كل ما تريد إذا أردت أن تبحث عن الحل وعن الحقيقة وعن الحق الذي تسعى إليه. لكن كما قلت هناك مؤثرات خارجية هي التي أثرت في إحساس العربي والمسلم أنه يعيش في وطنه، وهذه أعتقد مشكلة مهمة. أستذكر سبعة أسئلة طرحها أخي وصديقي حسين رواشدي في الدستور قبل فترة، وهي تتحدث عن الذات في مواجهة الآخر، الذات العربية، وهي مسائل تتعلق في مشكلة الديمقراطية في العالم العربي غير محدودة، مشكلة المرأة، وهنا المرأة، مشكلة الدين والتدين، ومشكلة الحريات، وغير مشكلة التعليم، وغيرها مشكلات. لكن أريد أن أقف على قضية ما يسمى بالبرقع، وهذا أعتقد رمز ثلاث، يعني على الأقل حسب علمي هناك ثلاث دول لا تقبل البرقع: تونس، تركيا، ومصر. وقد يعني صدرت تصريحات وافية وكثيرة
كاملة عن هذه الدول أنها لن تسمح بوجود المرضى في مؤسسة العمل، ولكن لم نجد هذه الهجمة ضد أوروبا، ضد هذه الدول كما حدث مع أوروبا. أنا أدرك بأن التاريخ والدين يلعبان دوراً مهماً في ما يسمى بالصورة لدى الأنا والآخر. نحن نرى الآخر على أنه منذ الإسكندر وإلى الآن سلسلة من الهجوم والحروب والصراعات والاستعمار، ونحن نرى الغرب بنفس الطريقة. نحن نرى الغرب متقدم صحيح، ونراه يملك ديمقراطية صحيح، ولكن هناك ثغرة سمحت لنا أن نكفر هذا الغربي، أن نقول بأنه كافر وأنه الحل. هناك صور متضاربة متناقضة. هذه الصور أنا أعتقد لو عدت إلى الورق قليلا لقلت أو أسميت هذه المحاضرة بأنها الصورة ضد الرمز في أوروبا. هناك صورة نمطية لدى الآخر هي التي تحارب هذا الرمز. أي رمز يثير فيها هذا الشعور بالتنشن أو بالتوتر. ولذلك قضية المرضى، يعني أنا ما أعتقد أن الغرب لديه يمكن سمة غير موجودة لدينا في العالم العربي الإسلامي، هي سمة الحوار. أي مشكلة يواجهها العربي أو غير العربي أو المسلم وغير المسلم في أوروبا يستطيع أن يجد لها حل عن طريق الحوار، الجدال، النقاش، ومن ثم تشكيل لجان عمل تستطيع أن تصل إلى صاحب القرار، تستطيع أن تؤثر بالرأي العام. لكن ما نرى في قضية البرقة قضية، يعني أنا شخصيا وأنا دائما أقول، يعني أتمنى أن أكون صادق ولدي الجرأة، لأني أحد الأصدقاء قال لي لا يجب عليك أن تقول كل ما لديك فيما يتعلق بالبرقة، وهذا صحيح كما يقول الأخ العزيز. أنا لا أدري لماذا واحد بالألف من المسلمين هم الذين يلبسون البرقع. إذا كان البرقع هو الأساس والأصل في الدين، لماذا لا نرى مسلمين الموجودين هنا يلبسونها؟ لماذا نرى كثير من رجال الإفتاء ورجال الدين وعلى رأسهم شيخ الأزهر؟ لم يكن. قال لساركوزي عندما زاره في قال له بأن هذا ليس من الدين بشيء، وهذا ليس إلزامي. أنا لا أقول هذا، أنا أعتقد البرقع شكل من أشكال التقاليد الاجتماعية، وهذا موجود أصلاً حتى في الحضارات السابقة. أنا أحترم كل هنا ندخل في قضية في أوروبا، قضية الحريات العامة مع ما يسمى الحريات العامة مع العقيدة والرموز الدينية. الغرب كما قلت تجاوز فكرة ما يسمى بالحجاب، وهذا الحجاب كما قلت شوهت آراء، يعني شوهت النظرة إليه. هو لا يرفض الحجاب كحجاب، هو يرفض ما يسمى سواء حجاب أو نقاب، يرفض ما وراء الحجاب، ما يمثله من خطاب سلفي جهادي. أنا أتاني قبل أسبوع تقريبا كتاب من مركز الدراسات في الجزيرة اسمه إدارة التوحش لأبي بكر الناجي، وهو عندما يعني هناك خطاب جهادي غير مقبول على المستوى العربي، فكيف بك تقبل في أوروبا التي لديها مؤسسات ودساتير ولديها قوانين ولديها ثقافة، ما تستطيع أن تقبل الحرية ولكن لا تستطيع أن تتسامح مع العنف، مع التجاوز على حقوق المرأة وحقوق. إذن قضية المرأة وقضية البرقع ليست قضية بالنسبة لأوروبا تتعلق في الدين، هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وقضية حقوق بالدرجة الثانية. ولذلك تجد بأن اليمين واليسار في أوروبا، سواء في إيطاليا، سواء في بلجيكا، سواء في فرنسا، حتى في إسبانيا، قد يتجاوز قضية الحجاب والبرقع، ولكنه لا يريد أن يظهر ولا يريد أن يبرز ما يسمى بقضية الرمز الديني على أنها منافسة للدين الكاثوليكي والدين المسيحي. النظرة الماركسية أو اليسارية لا يهمها النظرة الدينية أو السمبول أو الرمز الديني، بقدر ما يهمها هل هي تدخل وتندرج تحت حق المرأة أو لا. إذا أردتم وسألتوني، أنا لا أعتقد بأن البرقع يمثل الدين العربي والإسلامي، لا أعتقد بأنه
زمان وفي مكان وفي ظرف ما، لكنه لا ليس مقبولا في أوروبا. ولذلك فرنسا عندما اتخذت هذا القرار قبل شهرين في المجلس الوطني أو البرلمان الأسامبلي ناسيونال اللي هي الجمعية الوطنية، هذا أنا أعتقد يدخل ضمن حقها كدولة صاحبة سيادة. وطبعا بدأت هذه المحاربة أو الرفض للبربر بدأت في بلجيكا، ومن ثم بدأت الكرة تتدحرج في بلجيكا ومن ثم فرنسا، وغدا ستروها في إيطاليا ومن ثم إلى آخره. لذلك أنا لست مع البرقع، ليس دفاعا عن أوروبا وليس هجوما على الإسلام، ولكن أتفق مع أحد الخبراء في ما يسمى بمركز دراسات الأهرام الأخ الشوبكي عندما يقول لأن كل بيئة يجب أن يكون لديها حلولها الخاصة أو برامجها أو أصول الحل أو أصول الإدراك لها، بحيث أن كل بيئة تعالج نفسها بنفسها ولا نأتي بحلول مستوردة أو خارجية. مشكلة أخرى يجب أن أثيرها في قضية الرموز الدينية، وهذه أعتقد يمكن لم ننتبه لها كثيرا أو ربما انتبهنا لها كثيرا ولكنها مرت طول الكرام، وهي قضية ما يسمى خطاب البابا بنديكت السادس عشر في إحدى الجامعات الألمانية. هو ذهب لكي ينادي بالحوار، لكي يظهر ضرورة الحوار، لكنه استشهد بإحدى القصص أو الروايات التي كانت على لسان أحد المفكرين أو أحد المثقفين الفرس يشير فيها إلى الإسلام، قائلا بأنه كيف يمكن أن الإسلام ينتصر وهو يستخدم السيف، مشير إلى غياب العقلانية في الإسلام. طبعا هناك ضجة وردود فعل كبيرة وصلت إلى شيخ الأزهر، إلى أمين عام الجامعة العربية، ولكن هذا مرمى الكرام. بينما قضية البرقع حصلت على إجماع وحصلت على الشعور بأن العالم المسلم محارب في أوروبا، والقضية ليست كذلك. أختم لأني أعتقد أن هناك أشياء كثيرة فيما يتعلق الرمز، الرمز سواء في المنارة، سواء في الخطاب، سواء في الصورة، سواء في حتى في قضية ما يسمى بالبرقع. هذه رموز للإسلام، لا أعتقد أنها تمثل الإسلام كاملة. يعني بالنسبة للمنارة، أول مرة ظهرت فيها هذه المنارة كان في القرن الخامس عشر عندما استولى المسلمون على القسطنطينية، حول سليمان الفاتح ما يسمى كنيسة آلا صوفيا واعتبرها أن هذه بداية، ومن ثم بدأ يخلط ما يسمى بمنارات صغيرة تحولت فيما بعد إلى منارات إسلامية. أيضا المنارة ليست جزء من الإسلام، ولكنها تشكل رمز على الأقل في دولنا العربية والإسلامية، لكن ليس بالضرورة أن تكون هنالك فيه. أختم بمجموعة من الأفكار المتعلقة بالرمز وتأثيره على أوروبا. أقول بأن رغم إجراءات الحوار ورغم الرغبة في الحوار بين الطرفين، إشكاليات الرموز هي السم الذي يعيق التقدم بالنسبة للعرب في علاقتهم مع الغرب، وربما هناك أخطاء وقع فيها هذا الطرف مقابل ذاك الطرف. بالنسبة للعرب هناك إشكالية دينية تتعلق بالخطاب الديني السياسي تقوده جمعيات تيارات تنقل المعركة نظريا وعمليا من بلادها العربية والإسلامية في أوروبا، وهناك تخسر هذه الجاليات كل الامتيازات التي تحدثت عنها. أتفق كما قلت مع عمر الشوبكي الذي قال هل علينا كعرب مسلمين أن نكون أوصياء على هؤلاء المسلمين، أقصد الجالية الإسلامية؟ يجيب بما يلي وأنا أتفق تماما معه، بالطبع لا، وجد هذه وجهة نظر خاطئة، فالحقيقة نحن شركاء مع هذه الأقلية، نقوم بمشاركتهم في الثقافات والعادات، ولكن يجب علينا أن نساعدهم في الاندماج في سياقهم الاجتماعي.
بالنسبة لأوروبا، أوروبا كما قلت سعيدة جدا بهذه النقاشات حول الرموز الإسلامية، لأن أوروبا العلمانية التي لم تعترف بالدين أصبحت تشعر بدينيتها المسيحية. بمعنى آخر أن العرب والمسلم هم الذين سيعيدون لأوروبا روح المسيحية. ثانيا، تجد الكنيسة الكاثوليكية صعوبة في أن تدين الإسلام. لقد أدانت الماركسية والشيوعية لكنها تعجز أن تدين الإسلام بسبب أن الإسلام هو دين ولديه مشروع اجتماعي لا يمكن الإنقاذ. قضية الشعور والتنشن التي لدى العرب المسلمين، أضرب لها مثلا 2007 اتخذت ما يسمى المحكمة، محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، اتخذت قرار يدين إيطاليا لأنها تضع السلبان في المدارس. وقد شعر كثير من الإيطاليين بأن هذا يمس هويتهم ويمس دينهم، لأن الثقافة الإيطالية بالنهاية هي ثقافة دينية. ومع ذلك خضعت إيطاليا لهذا الأمر واعتبرت أن هذا القرار مؤدج تماما، لكننا لم نسمع هذا الضوضاء التي سمعناها فيما يتعلق بالرموز الدينية. أخيرا أستذكر مقولة لممثل ساخر أفرو أمريكي اسمه بيرت ويليام، عاش تقريبا من 1874 لعام 1922، قال: ليس عيبا أن تكون أسودا، ولكنه يبقى عقبة كبيرة. ليس عيبا أن تكون أسودا، ولكنه يبقى عقبة كبيرة. في أيامنا هذه يمكننا القول: ليس عيبا أن تكون مسلما في أوروبا، ولكنه يبقى عقبة هامة في طريقك. ومع ذلك علينا كعرب ومسلمين ومسيحيين على التفكير سوية لإيجاد حل لهذه العقبة الوهمية برأيي عبر عقلنا وروحنا وإنسانيتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر الدكتور جمال الشلبي على هذه المداخلة الكثيفة المليئة بالمعلومات والتحليل. وإن كان يبدو لي أن الفكرة الأساسية التي قال بها هي ما قاله جمال الدين الأفغاني قبل أكثر من 150 عام: إن صورة الإسلام من صورة المسلمين الذين ينتمون إليه. فعندما يكون المسلمون في حالة نهوض وازدهار وارتقاء يعطون صورة راقية عن الإسلام، وعندما يكونون في حالة تفسخ واستنقاع وعبودية للجهل والغباء يعطون صورة سيئة جدا عن الإسلام، وبالتأكيد أن الإسلام بريء منها. أذكر كان العرب يذهبون إلى باريس في النصف الأول من القرن العشرين طلبا للمعرفة والثقافة والعلم وبناء الجامعات إلى آخره، وكانت باريس تشكل صورة الفردوس في المخيال العربي. أما الآن فيذهب إلى باريس العاطلين عن العمل في الجزائر وتونس والمغرب، والمحرومين من حقوقهم السياسية في كثير من البلدان العربية، أي أن فساد الأنظمة العربية وعجزها يصدر إلى باريس كميات هائلة من البشر لا تستطيع أن تقدم صورة إيجابية لا عن الإسلام ولا عن أوروبا. الأمر الآخر الذي يدلل على مدى الانحطاط الذي وصلنا إليه هو أن العرب في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانوا يهاجموا الغرب. كنا نهاجم الغرب كاستعمار، ونهاجم الغرب لأنه يسرق الغرب، ونهاجم الغرب لأنه يستولي على اقتصادنا. حاليا لا يهاجم الغرب على الإطلاق بسبب موقف الاستعماري أو الاقتصادي، إنما يهاجم في الغرب لدى القوى الأصولية والسلفية كل ما له علاقة بالديمقراطية والعقلانية والتحرر والثقافة والعلوم، كما لو كان دور المسلمين هو الدفاع عن كل ما له علاقة بالتخلف. نأتي الآن إلى الأسئلة.
أرجو أن لا يتجاوز المتحدث مدة 3 دقائق من ناحية، ومن ناحية ثانية أكون شاكرا جدا إذا كان الحديث له علاقة بالمحاضرة، أما إذا كان إكمال للمحاضرة فأعتقد أن لا ضرورة له. نبدأ بالدكتور خالد الجبر فليتفضل. مساء الخير وطال الاستماع إليك دكتور جمال، قد تكون هذه المرة الأولى التي التقينا فيها، وشكرا للدكتور فيصل لأنه أضاف في البداية وفي النهاية أيضا. أعتقد رغم الفائدة العنيمة التي طرحتها المحاضرة والمحاضر أن ثمة أخطاء منهجية في الطرح هنا. الدكتور جمال يتحدث عن أوروبا بوصفها كتلة واحدة، وبوصف الأوروبيين كتلة واحدة، بوصف المجتمعات الأوروبية كتلة واحدة متجانسة متناغمة، وهذا أيضا غير صحيح لأن أوروبا متعددة المستويات في النظم، في الأديان، حتى في علاقة الشعوب بالأديان، حتى في الطوائف المسيحية هي مختلفة. 2، لدينا جماعات أوروبية مساندة لحقوقنا بدرجة لا تتخيل، حتى هي تساند حقوقنا أكثر مما نساندها نحن ونقف إلى جانبها. النقطة الأخرى التي تمثل خلل المنهجية هي تبني وجهة النظر الأوروبية مباشرة والدفاع عنها، والدكتور جمال أشار إلى ذلك يعني تصريحا في معرض حديثه. إذا كنت تتبنى وجهة النظر الأوروبية وأظن وجهة النظر الفرنسية بشكل خاص، فما الذي قد تضيفه إلى الحديث عن الحوار أو عن حوار الإسلام وأوروبا؟ الثالثة تبني الصور، وهي نقطة خلل في المنهج أيضا. إذا تبنيت صورة نمطية جاهزة تجاه الجاليات العربية الإسلامية الموجودة في أوروبا أيضا بوصفها كتلة واحدة، والمطلع يعرف أن شمال إفريقيا بالذات تونس والجزائر والمغرب الجاليات التي تعيش في أوروبا من هذه الدول الثلاث مختلفة كليا عن الجاليات العربية أو الإسلامية التي تأتي مثلا من بنغلاديش أو من الهند أو باكستان أو إيران أو حتى من المشرق العربي كمصر وبلاد الشام. فهذه ليست كتلة واحدة نتعامل معها بوصفها كلها تسير من الخارج بالريموت كنترول أو تتحكم فيها الجماعات الجهادية السلفية. هناك جماعات مستنيرة في أوروبا أيضا من الجالية العربية الإسلامية. يا دكتور جمال، أحد الباحثين الذين لهم علاقة بالسوق الأوروبية المشتركة بالاتحاد الأوروبي قبل مدة كانت له محاضرة في منتدى الفكر العربي، قال أوروبا كما قال دونالد رامسفيلد أوروبا عجوز، بمعنى أن نسبة كبار السن في أوروبا عالية جدا والشباب تتضاءل نسبتهم في المجتمع، لذلك هم بحاجة إلى ما لا يقل عن 25 مليون يد عاملة في خلال 5 سنوات القادمة، وهم يقترحون أن تكون هذه الأيدي العاملة آتية من منطقتنا من الشرق ومن جنوب المتوسط. هل تريد أن نذهب إلى هناك ونحن خالوث ذهن تماما من شخصيتنا؟ هل تريدنا أن نتخلى عن كل شيء وهم الذين يطلبون ذلك؟ آخر شيء، المآذن سيدي أقدم من العصر العثماني بمئات السنين، والمآذن اللي موجودة مأذنة الجامع في سامراء على الرغم من اختلافها في الشكل هي أقدم من ذلك بكثير. وشكرا. شكرا. شكرا دكتور خالد. والآن الدكتور مازن الزعبي. لا لا الأخير جاب على سبيل لا وقت السلام عليكم. السلام الله عليكم. بدي أبدأ من عند الدكتور فيصل بمسألة إنه كنا نهاجم أوروبا. نعم كنا نهاجم أوروبا. تفضل. أنا بدي أخصم من كمان 30 ثانية مشان نتكرر يعني. آسف. الآن إحنا صرنا نهاجم أنفسنا، لأن أوروبا استطاعت أنها تبرمج كثير من عقولنا في أنه نهاجم أنفسنا فقط.
أنا عشت 19 سنة في أمريكا، بدعي إني كنت عايش من أبسط أمور أمريكا لعند الرئيس كلينتون. أنا بعرفه معرفة شخصية وبعرف أوباما معرفة شخصية، حرفياً بعرفه معرفة شخصية. بقدر أدعي إن الدكتور جمال حكى في جوانب بسيطة لها علاقة بالجالية العربية أو المسلمة في أمريكا، بس معظم اللي حكاه مش موافق عليه. أنا متأسف يعني. موضوع إنه نضل نهاجم أنفسنا ومثل ما بيحكي الإعلام إنه في سلفية وفي جهادية، هذا مفهوم بضع مفكرين غربيين تكلموا فيه هاجمونا. الإعلام اللي هو كله تقريبا تابع لجهة واحدة عمليا، هذا مش موضوعنا أكيد، لكن وقدر أدعي وقدر أثبته. الإعلام تقريبا في العالم يصب في نقاط تصب الأخير في مكان في لندن، حتى البي بي سي نعرفه من عند البي بي سي لعند الجزيرة لعند العربية، وإن كان أشكال من خارجية مختلفة. موضوع إنه لا يجوز للمسيحي واليهودي إنه يلبس له أو حكي، أنا مخالفه، لأنه يجوز يلبسه وكان يلبس. بدي أسألك سؤال دكتور، هل يسمح لأحد إنه يتكلم بشيء عن اليهودية بشكل علني في أوروبا؟ وإذا تكلم واحد عن اليهودية ألا يحاكم؟ في كثير من دول أوروبية بما فيها فرنسا اللي أنت طبعاً وقفت مكانها وبدأت تهاجمنا من خلالها. أنا هيك فهمت، هيك فهمت. أنا قد أكون غلطان بس أنا ما بظنش إني غلطان عملياً. يمكن ما بظنش، لأنه لو تكلموا كلمة واحد يعني يهودي بتقوم لقيامة ما حب اتهمهم بأنهم أصولية متخلفين وما عارف بالأكل التعبيرات. هذا حكي ما بظنش إنه إحنا كنا موفقين. بعد ذلك ثاني دكتور. خلصوا؟ طيب آخر جملة بتحكيها، آخر موضوع اللي بدي أحكيه، أنا صحيح طلب للجهات الرسمية الأردنية إنه قنوات التمويل على الأوان وقفها، أرجوكم. السلام عليكم. تمويل أجنبي أنا بقصد. سيد مصطفى خرب، تمويل السفارات، تمويل المؤسسات الغربية لجهات الفكرية والثقافية والجامعية والمكاتب. قد أخالف من سبقني، لأن أنا بعتقد أن الإسلام أعظم بكثير من كل الكلام. أهم حاجة للمسلمين لا يدافعوا عن البرقع ولا عن أي شيء، إنما الحوار الإسلامي الصح، لأن معظم أوروبا وأمريكا هم لا دينيين، ومن أسهل ما إنه يتحولوا إلى مسلمين. وهذا اللي برعب الأوروبيين والأمريكيين مفكرين فيهم. وأنا بتصور الشغلة اللي ما أشار لها وأنا بدي أشير لها، إنه هل الأعمال العنف اللي عم بتصير في أوروبا سواء التفجير أو حتى 11 سبتمبر هل هي حقيقة إسلامية أو إنه ناس دسوا ناس حتى يقولوا إنه هي إسلامية وهي افتعلت حتى تحارب الإسلام والمسلمين؟ فإحنا أهم حاجة لنا مش إنه يصير عنف، إنه يصير حوار إسلامي هو اللي بنشر الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم له بشائر تتحقق الواحدة وراء الثانية. البشارة إحدى بشائره، سيبلغ هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار. فهذه وعم تحدث، والإسلام أصبح هلا موجود في كل الدنيا، هو دين الوحيد الموجود. الإشي الثاني البرقع، اللي أنا بستغربه إنه هذا البرقع هو بيسهل الجريمة عندنا وفي كل العالم، ويجب إنه المسلمين يحاربوه قبل ما يحاربوا الناس غير المسلمين. فإحنا بندافع عن التخلف وعن الخطأ وعن الجريمة، وبعدين بنقول آه منيح هيك بركي ما يعني إشي تاني يصير ويهاجموا. لا، إحنا لازم نهاجم الخطأ حتى ندافع عن الصح. كلمة تكفير يا أستاذ بيغلطوا فيها الناس وبتفسيرها عندنا حتى هون، يعني مرة هون وقف واحد بقول كيف بتكفرونا وإحنا مسيحيين. الحقيقة كلمة كافر هي كلمة صفة. شو بدك توصف الإنسان الذي لا يؤمن بأنه المسيح ابن الله؟ أنا لا أؤمن بأنه المسيح ابن الله، فأنا كافر بهذا.
لما يقول لي الأخوي المسيحي أو جاري أنت كافر بهذا الكلام، بقول له الحمد لله. فليش يزعل لما بقول له أنت كافر برسالة محمد؟ ففي العالم كله يخطئ الناس بأنه فهم هذه الصفة هي ما في باللغة، يعني تجيب شو بدك تجيب كلمة حتى تستبدلها. شكرا. خلص شكرا. بدي أعطيك بس ملاحظة صغيرة. لحظة خلصت أنا. المؤسف إنه رجال الدين المتطرفين هم بيجيبون الشر. اليوم في الجريدة مكتوب إنه شيخ كبير في السعودية يطلب من الجنود المسلمين في الولايات المتحدة إنه يقتلوا زملائهم. تصور هذا. محمد المدني. شكرا للمحاضر مقدم وشكرا لمؤسسة شومان. يعني قضية مفتعلة، يعني أنا متفق مع ما ذكرت. إحنا نلوم أنفسنا أولا قبل أن نلوم الغرب. ذكرت مثلا مثال بسيط، الجامعة الهاشمية طلبة تقدموا للانتخابات مجموعة معينة يكون اتجاه معين، رفضت مع أنها أعلى سلطة في الوطن تحرض على الديمقراطية والمشاركة. فلا يعني انفصام بشخصيات رأي الجامعة ويلغي كل هذه التوجهات. يعني لا أدري، هاي نقطة نلوم أنفسنا أولا. نقطة أخرى، ذكرت شيخ الأزهر. شيخ الأزهر أخطأ، الآن في دار الحق. ليس المشكلة على النقاب، كانت وقتها أنا أذكر عندما كان ساركوزي وزير الداخلية أتى إلى مصر وأتى إلى الأزهر بحضرة مفتي مصر، يعني جميع من كان في دار الإفتاء ومنهم مفتي مصر علي جمعة. ويعني كانت اللفتة من شيخ الأزهر يعني أساء لمصر وأساء لزملاء من العلماء بأنه صرح لفرنسا بأنها معها الحق بالنسبة للحجاب. كانت المشكلة الحجاب وليس الموضوع هذا، قبل عندما كان وزير الداخلية كانت مشكلة الحجاب، انه لحق فرنسا لها الحق في ان تجبر الفتيات على خلع الحجاب. البوق جاء يعني بمرحله يعني متاخره. نعم. المساله الثانيه، الفاتيكان ايضا ذكرت انه حوار مع حوار، انا اسميه حوار طرشان. الفاتيكان وبنديكت اساء وتفوه بقبيح العبارات عن الاسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ادري اي يعني تفاهم بعد الان. انا اسميه حوار طرشان لانه الحوار هذا لم يمنع ما فعله الصرب في سبرينيكسا. 8000 مسلم ذبحوا فقط بمجرد انهم مسلموا، واكتشفوا فيما بعد البوسنيين انهم لماذا يذبحوا؟ كانوا غائبين فقط لداعي الشرف والاغتصاب والفضيله. نقطه اخرى، انا ايضا اوجه اللوم اوجه اللوم لانفسنا. النقاب، أنا أتفق مع النقاب ليس عليه إجماع. هذا دليل أن في الطواف المرأة تطوف ويجب أن تكشف وجهها وكفيها. وعندما سيدنا أبو بكر قال عندما تريد المرأة يا أسماء الذي يعني مباح أن يظهر من المرأة الوجه والكفين. فنحن لن نزايد على الصحابة، يكفي الحجاب. ايضا هنالك في تونس تحارب الحجاب، ليس فقط البرقع، تونس تحارب الحجاب قبل سويسرا. فنحن شنينا يعني للاسف شنت حرب وجهاد، تذكر لي عندما اعلنت الجهاد على سويسرا. لماذا؟ سويسرا انا لا ادافع عنها، ولكن لم تمنع الصلاه، ولكن منعت المآذن، لم تمنع الصلاه ولم تمنع الحجاب. وللاسف يعني احنا استفزنا وكانت هناك حرب شعواء. يجب ان نضبط انفسنا اولا، نلوم انفسنا قبل ان نلوم الغرب. شكرا. اشكر المتحدثين لانه الاخ ليس يريد ان اجمع كل الافكار وانا لن استطيع، لن تكون لدي الطاقه. ولكن ابدا بالاخ دكتور جبل. في محاضرتي المكتوبه، اوروبا ليست واحده. اوروبا الكاثوليكيه في اسبانيا، في ايطاليا، في
فرنسا ليست هي أوروبا في ألمانيا وفي بريطانيا مؤكد. هذا خلل أنا قلت لا نستطيع أن نتحدث عن أوروبا كقطعة واحدة. أنا أتفق معك تماما. هناك في شيء أنت تؤكد ما كنت أقوله، أنه هناك مجموعات حقوقية تدافع عن الإسلام، لأن البيئة والإطار الدستوري والإطار القانوني والإطار الإعلامي يسمح لك في أن تقف وأن تحاور وأن تجادل وأن تحرض الرأي العام لكي يغير موقف السياسيين، وهذه هي الديمقراطية. إذا بهذا الشكل أنا يجب أن أحرض، هل يجب أن تستخدم الأطر القانونية والأطر الرأي العام للوصول إلى أهدافه، وليس عن طريق التكفير وليس عن طريق الفتوى. هذا ما أردت. أتمنى موقف أوروبا. أنا مشاكس قليلا أدعي ذلك بالمعنى الإيجابي. عندما كنت في أوروبا كانوا يعتقدوا أني أنا سلفي جهاد في الدفاع عن العرب المسلمين، هذا صحيح. أنا دائما أقول بأنني كما قال جدي سقراط، أنا أعتقد أنه جدي لأنه من هذه المنطقة، لأنه أصل هؤلاء الناس كانوا من فينيقيا في الأساس. نحن علمناهم الأحرف الأبجدية ونحن علمناهم الإنسانية وعلمنا أشياء كثيرة. كان يقول يعلم طلابه بأنه أنا عندما هزمت اليونان أمام سبارتا وشعر أن هناك خلل في وطني، قال بدأ يحرض الشباب فقال أنا الذبابة التي تحاول أن تصحي الحصان النائم، وربما هذا حجر من الأحجار التي أحاولها. بالنسبة للأخوة، هل يسمح بمهاجمة اليهود؟ نعم، لا يسمح، ولا أتفق، وهذه إحدى الثغرات الموجودة في النظام الغربي. وهناك قوانين، هناك عقدة، هناك ما يسمى في أوروبا بالعقدة الأوروبية اليهودية، هناك عقدة ما يسمى المسألة اليهودية التي ربما أصلاً إنشاء دولة إسرائيل أو يسمى إسرائيل في فلسطين هو نتيجة هذه العقدة ورموا هذه القنبلة الموقوتة التي كانوا يعيشونها يومياً إلى هذه المنطقة. لا يسمح لذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية، السبب في ذلك أن اليهود، عدد اليهود مثلاً في أوروبا في فرنسا 500,000، عدد العرب والمسلمين يتجاوز 7 مليون، لكن تأثيرهم ودورهم الإعلامي والسياسي والمالي أكبر بكثير، وبالتالي يؤثروا على أصحاب القرار. نحن ما نريد هذا هو أن يا أخوان، عندما ترى التجمعات الإسلامية وترى الصراعات، من يكون إمام باريس، هنا تكتشف مدى الضحالة الفكرية التي نمتلكها. تكتشف أننا نقلنا كل أفكارنا وكل أساليبنا وكل حلولنا من المناطق هذه التي تعيش حالة الحروب والصراعات إلى هذه المناطق. نريد أن نفكر بالمنطق والمكان والزمان والإطار الذي نعيشه، هذا ما نسعى. هل أعمال 11 سبتمبر من فكر عربي؟ يعني لا أدري، لا أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، ربما بعد 100 عام أو 100 عام. آخر سؤال، نلوم أنفسنا. أنا لا ألوم نفسي، أنا أفكر بصوت عالي، أحاول أن أرى الطرق والمنهج الذي الغرب لا يعترف بالعنف، ولا كل يوم يبعثوا لي رسائل. نعم، يعترف بالقوة، يعترف بالقوة، لكن لا يعترف بالعنف، لأنه العنف سيجر إلى عنف، وهذا ليس بشكل من أشكال الحوار. البابا هو لم يعني يشتم، لم يشتم الرسول عليه السلام، ولكنه هو نقل فكرة. قال بأن لا إكراه في الدين، هذه آية لم يجدها في طريقة نشر الإسلام، بل كان هناك السيف كان هو الأساس فيه، ولا يوجد عقلانية في الإسلام. هو لم يس... ومع ذلك هو لم يعتذر، ولكنه تأسف. يا أخوان لا أدري، طبعا هناك في عقل غربي أحيانا رغم كل المؤسسات والمراكز البحثية والباحثين، أحيانا تشعر هناك في خلل في فهم العقل العربي والفقه والتعامل معه. أنا لا يعني لا أستبعد أن هناك في خلل في طريقة عرض البابا الذي ذهب فقط لإيجاد شكل أو أرضية مشتركة بين الإخوان. شكرا لك. أسامة راجي. أحمد الموسى. أسامة هاوشي. أو هاوشي.
مساء الخير. بالحقيقة نحن ندير فن المماحكة والمناكفة والمشاكسة. فلذلك ستجدنا نحن نقدم قضيتنا وإن حتى إن كانت عادلة أو غير عادلة، قضيتنا بشكل عام نقدمها بطريقة ليست مثالية وليست مناسبة، ونجيد فن استعداء آخر علينا. في الحقيقة نحن كما نعلم أو نعلم ولو بشكل جزئي أن كثيرا من طردوا أو وقعوا في الضرائب في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ذهبوا في فترة ما إلى أوروبا ولقوا شيئا، حتى نكون مصرفين على أنفسنا يعني واضحين. أما إذا أردنا أن نقول نحن الأفضل نحن الأوائل دائما، بالحقيقة نضع ظلام دائم دامس على أعيننا ولن نرى حتى. نحن جيدون وسيئون، نحن لدينا كثير من السيئات وكثير جدا من الحسنات. نحن الأفضل ونحن الأسوأ في الأسوأ، نحن ليس منزلين وليس أغبياء. حتى تصبح الأمور مضيئة منيرة يجب أن نرى الأمور بكافة توجهها وأن لكل شيء سالف وموجب. نحن ليس منزلين عن الخطأ، فلذلك قد نكسب بعض الأمور في مرحلة ما ونرى بعض الغموضات التي أدت إلى انعكاسات معينة في بيئات محددة، ولكن هذا على المدى البعيد سيكون طوفان من العداء، طوفان من الردود الانعكاسية بشكل انتشاري انتشاري، يعني تفشي هائل إذا بقيت الأمور بهذه الكيفية. والله أنا حسب رأيي لو أصبح كل فرد كل الأرض كل الأرض من عليها مسلمون وبهذه الكيفية التي أنا أتخيلها وأنتم أيضا تتخيلوها معي، سيأكلوا من لحم بعض كلهم في الأخير، يعني بعد كل مسلمين بهذه الكيفية التي أنتم تعتقدونها، أعتقد أنكم تعتقدونها كما أنا أعتقدها، بهذه الكيفية التي ممكن أن تتخيلوها كما أنا أتخيلها، سيأكلوا وينشروا اللحم بعض وتصبح الكارثة القادمة أكبر من الحالية. وشكرا. شكرا لك. دكتور محمد وليد. السلام عليكم. شكرا دكتور جمال على هذه الإضاءات التي قدمتها لنا في موضوع حساس ويشغل بال كثيرين، لكن أريد أن أتوجه إليكم بسؤال: ما الذي شكل في تلك العقلية في دول أوروبا وأمريكا تلك الخلفية عن العالم الإسلامي وتلك المعلومات الدقيقة؟ إنهم الرحالة والحجاج الأوائل الذين زاروا هذه المنطقة في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. هؤلاء جاءوا من مناطق بعيدة، في ذلك الوقت كانت وسائل الاتصال والمواصلات صعبة جدا. فما الذي جاء بكريستال بنت من منطقة بريطانيا أوفرسيز إلى منطقة بسيرة لتدرس هذا المجتمع في الطفيلة؟ ما الذي جاء بديانا كيركبرايد إلى منطقة البتراء لتقوم بالتنقيبات والتوثيق؟ ما الذي جاء بالرحالة كوندر ليقوم بأعمال المساحة ويقدم لنا تصورات عن عمان بكافة معالمها وتاريخها وحضارتها وشعوبها؟ الرحالة باتلر جيرترود بيل وهي ابنة مليونير إنجليزية تأتي إلى منطقة الأردن على جمالين لا يوجد وسائل مواصلات وتعيش في الصحراء أشهر وتدخل إلى بيوت العشائر خصل حويطات وتصف حتى زوجات هؤلاء. لكن هذه الكتب هي تعتبر في العالم الغربي كتب قيمة جدا ولا يمكن لأحد أن لا يقرأها أو لا يعرف صاحبها، وبالتالي فيها كثير من الصور السلبية وفيها كثير من المعلومات السلبية عن مجتمعاتنا الإسلامية. هذه باعتقادي تشكل مصدر معلومات للأوروبيين وغيرهم يستردون إليها عندما يقرؤون عن هذا العالم وكيف يتعاملون مع هؤلاء البشر. وبالتالي أعتقد أن هذا واحد من العناصر الرئيسية التي يجب أن تؤخذ بالحسبان عند دراسة علاقة العالم الغربي بالعالم الإسلامي. وشكرا. شكرا لك. الشهير حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر للمحاضر على هذه المحاضرة القيمة. كيف يشكل الإسلام خطرا؟ وهل الإسلام يكره الآخر؟ وكيف يكون اللون الأسود عقبة كبيرة؟
من ثمرات إنسانية الإسلام اليانعة مبدأ المساواة الإنسانية. فالإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان لا من حيثية أخرى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتقاتلوا. ثم إن الإنسانية متساوية القيمة في أي حالة تكون. يا أيها الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة رجل يهودي، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إنسانا؟ ولذلك عد الإسلام الاعتداء على أي نفس اعتداء على الإنسانية كلها، كما عد إنقاذ أي نفس إحياء للناس جميعا. وهذا ما قرره القرآن الكريم بوضوح. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا. وشكرا لكم. في أخ من الحضور ترك أعطى فقط ربع أسبوع وهو حاتم. السيد حاتم. نعم. تفضل. طبعا سألكم أيها الأحبة، حقيقة سمعت كلاما كثيرا، لكن قد يكون من سوء حظي يا دكتور أنني لم أتابع المحاضرة منذ البداية، لكن كلام لابد أن يقال. أنت قلت أن البقع لا يحارب لأجل ذاته، بل لأنه يمثل الإرهاب الإسلامي أو الخطاب الإسلامي. السؤال: إذا كان يدعي الغرب أنه صاحب إنصاف، ومن أين له أن يشير إلى أن البقع أو الحجاب هو حالة من الإرهاب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أنت ترى أن فرنسا محقة في حظرها للبقع، لا لأنك ضد الإسلام ولا لأنك مع الغرب، هذا على حد قولك، بل لأن فرنسا دولة مؤسسات. طيب يا دكتور، ألا ترى أن فرنسا في حظرها للبقع تمارس تناقضاً صارخاً مع دولة المؤسسات التي تدين بها؟ السؤال الثالث أو التعقيب الثالث: قلت عن العقبة. أنا أرى يا دكتور أن المشكلة وأن العقبة أيها الأحبة تكمن في قابليتنا للاستخلاء، وهي تلك التي أشار إليها مالك بن نبي حين قال: ليست المشكلة في أن عدواً يتسلط علينا، بل المشكلة لأننا لا نرى في أنفسنا كفءاً لأن نقود العالم. لذلك أرى بأن العقبة أيها الأحبة هي أننا لا نريد لأنفسنا، أو لأننا لا نرى بها حالة مثالية لأن نقود العالم. وشكراً. في أسئلة مكتوبة. أنت مش منظر يا دكتور شمال. سأبدأ من فكرة الإسلام. يعني كما قلت قبل قليل، هذا الكتاب الذي بعث لي مركز دراسات الجزيرة عن إدارة التوحش، هو يبدأ بالكتابة بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي بعثه الله بالهدى ورحمة للناس، وما أنزلناك إلا رحمة للعالمين. عظيم. لكن بعد ذلك يقول من الأشلاء والدماء، هذا جزء من عملية الجهاد المطلوبة. الإسلام لا شك نظريا
وإنساني، وأنا أتفق مع ما قيل مع الأخ عندما تحدث عن قضية أن الإسلام لا يفرق بين الناس، كلكم لآدم وآدم لتراب، لكن المشكلة تكمن في قضية التطبيق. نحن بحاجة إلى تطبيق. النظرية الماركسية نظرية جميلة، المساواة والعدل والحياة، لكن كيف هو التطبيق؟ الدول العربية تعاني من تخمة من الحروب والصراعات، وهي تمتلك الدين الإسلامي وتمتلك القرآن وتمتلك التراث الديني. نحن نريد نموذج حي، نموذج نراه، نريد أن نفعل هذه الأفكار التي تحدثتم عنها، عن إنسانية الإنسان وعن التنوع والاختلاف. وأنا أتفق مع الأخ عندما قال لو فعلا لو أصبح العالم كله مسلمين ماذا سيحدث؟ لأنه يتأكد بها بما سيكون هناك صراعات. الإسلام المسلمين لا يعني أن توحد العالم بشخص أو بكتلة أو بعقيدة، يعني أن هناك سلم عالمي. أنا أختم بفكرة أو بآية قرآنية أحفظها، هي فكرة ولو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة، إن اختلاف ألوانكم وألسنتكم آية معجزة من معجزات الله. فأرجو أن نفكر بهذه الطريقة، ولكن القضية تبقى هي قضية النظرية والتطبيق. قضية إنه البرقع أنا بعتقد أنها مشكلة أمنية من ناحية، ومشكلة حقوق المرأة بالنسبة للغرب على كل حال من ناحية أخرى. اليهودي يتصرف خارج بيته كمواطن أوروبي إيطالي إسباني فرنسي، وعندما يعود إلى بيته يمارس طقوسه الدينية. العربي والمسلم يمارس طقوسه في الخارج، وعندما يعود يحاول على بيته يحاول أن يطبق المواطنة التي يريد. هناك في تناقض في عقلية مختلفة تماما في معاناة. بعض الأسئلة مكتوبة موجهة إلى السيد المحاضر. نعم الجزازي، البرقع النقاب هو سنة واردة عن زوجات الرسول وليست شكل احتجاجي كما ذكر السيد جمال. وبعدين أشكركم على هذه المحاضرة القيمة، والسؤال هو التالي: هل نستطيع أن نتفائل في أن العرب والمسلمين في أن صورة العرب والمسلمين سوف تتحسن في المستقبل في ظل علاقتنا مع أوروبا؟ لا يوجد اسم. هل عرفت أوروبا الإسلام حقا، أم أن الصورة المركوزة في المخيال الأوروبي نمطية وما زال لها سيرورة المعرفة ملتبسة بين المسلمين والأوروبيين؟ دكتور عيسى مرقومي. سؤال: أشكرك على هذه المحاضرة، ولكن ما رأيك بتحول الدول الغربية لمعاداة الإسلام والمسلمين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي؟ وبعدين أنا سؤال أخير من الآنسي أو السيد لها بطشوم: لو أن كل نساء العرب والمسلمين توقفنا عن لباس أو ارتداء البرقع والحجاب وغيرها من المظاهر الشكلية الاجتماعية، هل سيتوقف الغرب عن معاملتنا مناكفتنا والعدالة؟ قال بأني غير منظم فسكت. دعم فيما يتعلق بالحوار العربي الإسلامي، وعمليا هو لحد 1980 كان يوجد فقط شيء اسمه الحوار العربي الأوروبي. بعد الأزمة القومية العربية والتنوير والحداثة إلى آخره، صار فقط الحوار العربي الإسلامي اللي عمليا هو انتصار جديد للغرب على العرب والمسلمين. وبعدين كلمة الحوار لا تعني شيء. الحوار سواء كان في زكاة أو عدم زكاة، إسلام متسامح أو إسلام متصلب، ليس له أي معنى. كل حوار في العالم هو ميزان قوة، هو ميزان قوة على المستوى الاقتصادي والعسكري والعلمي والتقني
وللأسف المسلمين لا يمثلون شيئا على الإطلاق، وبالتالي ليس هناك إمكانية للحوار ولا ضرورة للحوار. الإسرائيلي بيحاول لأنه عنده 54% من مجموع صناعة الكمبيوتر في العالم. الإسرائيلي بإمكانه يحاول لأنه عنده 97% من مجمل الإنتاج المعرفي والعلمي بالشرق الأوسط. أما أن يأتي عن طريق الحجاب والآيات القرآنية والبلاغية وقال فلان، لا أحد يعترف. التاريخ منذ أن وجد منذ بداية البشرية حتى اليوم قائم على ميزان القوى. النقطة اللي أثارها أخ من الأخوة أنه هل علينا أن نتهم أنفسنا حتى نرضي أوروبا؟ أنا ضد الاستعمار منذ كان عمري 10 سنين، وضد الصهيونية والولايات المتحدة والإمبريالية، لكن أنا حاليا ضد الأمة العربية والإسلامية أولا، مش بسبب تبعيتي لأوروبا وفرنسا وغيرها، لكن بسبب هذا الهوان. كميات لا متناهية من المسلمين، وإسرائيل موجودة، جحافل لا متناهية من المصلين والمصليات، والجوع ساحب باستمرار، لحى وذكور وإذاعة، وامتهان للفرد وامتهان للكرامة. الإسلام له دور كقيمة إنسانية فاعلة في الحياة اليومية، أما إذا كان دين من أجل الآخرة والذهاب إلى القبور فليس له أي أهمية على الإطلاق. وشكرا. هل عرفت بروفيسور حقا؟ أنا أعتقد أن هناك كما قال أخي فيصل، هناك صراع قوى، هناك ميزان قوى متغير في هذا الكتاب، وأنصح الجميع أن يقرأه. كتاب لأخي خالد الزيادي وهو أستاذ فلسفة في الجامعة الإسلامية وهو الآن سفير في لبنان في القاهرة. هذا الكتاب عنوان تطور النظرة الإسلامية لأوروبا. العرب والمسلمين لم يكن ينظروا ويهتموا بما يجري في أوروبا لأنها لم تكن تملك أي شيء تعطيه. بالعكس، توجه العرب، العالم العربي والعرب والمسلمين، أنا ذاك لا أقول عالم، ولكن العرب والمسلمين لم تكن هناك عالم ولو إلى كما هو الآن، كان يتجه إلى الشرق، إلى الصين، إلى الهند. فلذلك ميزان القوى هو الأساس. نحن لم ندخل في من بين 500 جامعة في العالم بالأفضلهم، نحن مستوانا من 3000 إلى 4000، وهذا شيء سلبي. هذا هو المعيار. نحن لم نعد نقوم بصناعات ثقيلة، تصنيع الأسلحة، هذا هو المعيار لحوار قوي ولحوار جاد ولحوار نشط ولحوار مثمر. الحوار ليس له قيمة، أريد أكرر ما قال أخي فيصل، الحوار كما تعلمنا في كلية القانون بأن هناك حوار قد يتم بين الجنرال أو العقيد والعميد والأفندي الضابط. هل الشوربة طيبة؟ نعم سيدي. هل تستمر في الأكل معي؟ نعم سيدي. هذا حوار، لكن حوار بين السيد والعبد، بين القوي والضعيف، حوار. ولذلك الحوارات أنا أعتقد هي نوع من التسكين، نوع من الأسبرين التي تساهم في موضع الأشياء، تسكين الأشياء ولكن ليس حلها. هل عرفت أوروبا الإسلام حقا؟ أنا لا يهمني أن تعرف كل أوروبا العرب والمسلمين بالشكل الدقيق أو حقا أو حقيقة. أنا يكفي أن أعرف بأن هناك أصحاب قرار يمثلوا 5% يعرفون ماذا يريدون من هذا العالم العربي والإسلامي. أذكر ربما أنكدوت، يعني نكتة. عندما كنت أعمل في مسمكة في في في, في بوردو، كان إخواننا الفرنسيين لا يحبون المغاربة والجزائريين. فكانت هناك فكرة إنه كل ما يسمى بالبيغلي هي يعني اللي هي نقطة قيادة السيارة، كل ما بتخطأ بصير يخصموا منك نقطة. فأحدهم يقول لي إذا دعست عربي تربح نقطة، أما إذا كانت حامل تربح نقطتين. قلت له أخي يعني احذر، شو احذر قليلا، أنا عربي. قال أنت لست عربي، أنت أردني. هذا يثبت لك بأن الرأي العام لا يعرف، لا يميز. لكن أنا متأكد أن وزارة الخارجية، استخبارات، المؤسسات التي تتعلق بمعاملتنا واتخاذ قرارات في شأن الأكيدة لها القرارات والمعرفة الكاملة. هل فعلا تحولت الغرب
الى معادل الاسلام بعد سقوط الاتحاد السوفيتي؟ انا لا اظن ذلك، والدليل على ذلك بالعكس ان كثير من الهويات القوميه والاسلاميه عادت في جنوب الاتحاد السوفيتي، عادت الى دينها واصبح هناك اهتمام في الدين، ليس فقط في الاسلام، بالعكس انا بعتقد سقوط الاتحاد السوفيتي اعاد الروح واللحمه الى الاديان السماويه كلها في هذه المنطقه. السؤال الاخر نهى انه لو ان العرب والمسلمين لبسوا مثلا او توقفوا عن لباس البرقع، هل ستقوم اوروبا يعني باحترام اكثر؟ القضيه ليست قضيه اعتقد البرقع، شوف انا ما اعتقد البرقع قد يكون، انا لست مع البرقع، انا مع الحجاب الى شاب الشخص، هذا يمثل شكل من اشكال الرموز الدينيه التي احترمها. البرقع لست معه لانه بالنسبه لي بعتبره منافي على الاقل للمنطق، لا اقول الدين حتى لست فقيها في ذلك، لكن اعتقد ان القضيه الحوار والعلاقه العربيه الاوروبيه وحتى الامريكيه، لانه الغرب ينقسم الى قسمين، غرب اوروبي وغرب امريكي. فيما يتعلق بالغرب الاوروبي اعتقد ربما لجذوره العميقه في التراث في التاريخ يمكن هناك مقاومه تجاه الروس، لكن امريكا اذا اعطيتها النفط واعطيتها المال والبنوك ليس عندها مانع ان تستقبلك وان تبني لك المساجد وان وان. القضيه هي قضيه مصالح الانترست. عندما تكون هناك مصالح هناك كثير من الدول العربيه تنتهك حقوق الانسان وتمارس قضايا اعتقد لا تتماشى مع السياسات ولا مع البيئه ولا الثقافه الغربيه، لكن يغض النظر عنها. وهناك دول ربما عندما ترفع راسها قليلا يتم مهاجرتها عن طريق الاعلام وعن طريق المؤسسات العالميه الاخرى. اذا القضيه قضيه مصالح وقضيه نظام. بخصوص الرحاله اكيد هذا ما يسمى بالاستشراق. الاستشراق انتهى الان. لدينا الاستشراق الذاتي. في الماضي كان الغرب ياتي ويرسل رحاله ويرسل حاد ويرسل رسام وياخذ معلومات وياخذ كيف يعني اللهجه لبني صخر لبني حسن، ومن ثم يعود الاستعمار بعد ان عرف واخذ المعلومات التي تجعله يسيطر عليها، الان لا يوجد هذا النوع، الان يوجد مراكز دراسات، جامعات تستطيع ان تعطي منحه وتذهب الى هذا البلد او ذاك وتاتي بالمعلومات، اضافه الى انه يعني الانترنت والساتلايت لم تعد بحاجه الى استشراق جديد. في النهايه انا شايفني ملتزم معي دقيقتين. انا سعيد، انا كما قلت ليس دوري يعني انه فقط ان اعيد واكرر ما كتبته. ما كتبته ستقرؤونه. ولكن احببت ان تكون هي رؤيه لا اقول شخصيه ولكنها رؤيه نتيجه تجربه، نتيجه معرفه، نتيجه احساس. واحببت ان تكون صادقه، لا اريد يكفينا المحاضرات الببغاويه، يكفينا المحاضرات الخشبيه. يجب ان يحدد كل واحد منا، كل مثقف منا، كل مفكر منا، كل باحث من أن يحدد موقفه وبأمانة حتى لو كان يتعارض مع الكثير أو مع القليل من الناس. هذا موقفي، لكنني أعيد وأكرر للأخ حاتم أظن، أنا مع العروبة وأنا مع الإسلام ولا يمكن أتصور نفسي خارج هذا الإطار. وربما رغبتي في أن نصبح أمة لنا جدوى ولنا قيمة ولنا وجود هو أن نتجاوز هذه المرحلة في تفسير وفي الدخول في التفاصيل. التفاصيل تقود الى الشيطان، ولكن انا اقول ان التفاصيل تقود الى التخلف، تقود الى الرجعيه، تقود الى العدم. شكرا.